هيا يا بنات واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. هكلمكم عن اكتر اتنين سالتوني عليهم الريفيو بتاع لوريال الغسول والسيرم اللي انا استخدمته بقالي اكتر من مده طويله جدا. فيلا هقول لكم كل واحد كويسين ولا وحشين، بس ده هيكون عباره عن تجربتي انا ورايي الشخصي. انا بقالي دلوقتي اكتر من شهر ونص بستخدمهم، فتعالوا اكلمكم عنهم. الغسول بتاع لوريال هو كغسول حلو قوي يا بنات، يعني نغسل بيه بشرتنا، نشيل بيه رواسب البشره، حلو قوي. بس بالنسبه لفوائد حمض الهيالورونيك اللي فيه بقى وخطوط التقدم في العمر وتملئه الخطوط الرفيعه وكده، ما بيعملش اي حاجه، هو مجرد غسول بس. عيبه الوحيد ان انت بتاخدي منه كميه كبيره عشان تحسي ان الغسول بيرغي معاكي. بتسعره كان 99 جنيه، كاتبين عليه مناسب لجميع انواع البشره وحتى البنات اللي بشرتها حساسه، بس لو انت عندك حساسيه من حمض الهيالورونيك فصعب جدا تستخدميه. هجيبه تاني ولا لا؟ هو كغسول حلو فانا ممكن اجيبه، بس لو عشان هستفاد من حمض الهيالورونيك فاكيد مش هجيبه لانه ما بيفيدش وملوش اي لازمه جواه. السيرم ده سعره كان ب 229، انا استخدمته اكتر من شهر يا بنات. حلو جدا، بيرطب البشره، البشره بتمتصه بسرعه، بتحس ان البشره بتاعتك ناعمه، بس عيوبه كتيره، يعني لازم تحطي كميه كتيره منك قوي على وشك لانه مش بيجي بينشف بسرعه قوي على البشره. بيسيب كده طبقه على الوش، مسافه ما تغسلي وشك بالميه بتنزل حرفيا، فده لو استخدمتيه لوحده. لكن لازم تكون وشك مندي قبلها، حاطه تونر او مرشه ميه ورد على وشك بعد السيرم، تحطي مرطب على بشرتك عشان تستفادي منه. اما من نسبه الخطوط الرفيعه فهو ما عملش اي حاجه وما حسنش منها وما استفدتش بيه، فانا صراحه مش هكرره تاني لاني شايفاه ان هو كمرطب وكترطيب اوكي، بس كعلاج للخطوط الرفيعه مش عارفه ما جابش معايا نتيجه.